بمناسبة عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، أقام اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاءه الثالث في كلية تيرا سانتا بعمان تحت عنوان الراهبة المكرسة سفيرة السلام ورسولة المحبة أينما كانت، حيث أقيم قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال وبحضور عدد كبير من الأخوات الراهبات. المزيد عن هذا الاحتفال في التقرير التالي. في قداس احتفالي بهيج احتضنت كنيسة القديس فرانسيس الأسيزي في كلية تيرا سانتا بجبل الويبد بعمان اللقاء الثالث لاتحاد الرهبانيات في الأردن، والذي ضم 90 راهبة من مختلف الكنائس في المملكة، حيث حضر اللقاء غبطة البطريرك فؤاد طوال وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس وممثلون عن جمعية الكاريتاس الأردنية وجمعية دار الكتاب المقدس وهيئة الاتجار بالبشر. وقد سبق القداس الإلهي الذي ترأسه الأب رشيد مستريح لقاء الاتحاد في دورته الأولى لهذا العام، والذي ابتدأ بصلاة الفرض الصباحي، ثم رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين بالراهبات والحاضرين. وألقى قدس الأب رشيد مستريح محاضرة بعنوان أيها المكرس، إذا كان الله يقود سفينة حياتك كن على ثقة بأنها لن تغرق أبداً، متطرقاً لأهمية العمل بمحبة وخدمة في حياة المكرس لله وأهمية تقديم الذات للرب في عيد المكرسين. إذن قداسة البابا فرانسيس لخص بشكل كتير حلو جوهر الحياة المكرسة. المكرس ينظر إلى الماضي ويقرأ هناك عمل الله تعالى في حياته، وبعدين يعيش الحاضر في ملئه وينظر إلى المستقبل تحت قيادة الروح القدس لحتى يعرف ما هو المطلوب في هذا المستقبل، ما هو الدور الذي يجب عليه أن يعمل فيه، وكيف يجب أن يكون خادم صالح. لأنه الكنيسة تتوقع، اللي هي صوت الله تعالى وتعليم الإنجيل أيضا، أن يقوم هذا المكرس في أمور عظيمة، وينشد أيضا مع مريم أن الله صنع بي أموراً عظيمة بي، ولكن أيضاً في الآخرين. فأصبحت الحياة المكرسة يعيشها المكرس، نعم أيضاً من أجل ذاته، ولكن ليس فقط، حتى الرهبات المكرسات الحبيسات هم بيعيشوا أيضاً من أجل العالم في طريقة خاصة، في الصلاة المتواصلة. إذن بيعيشوا من أجل العالم. إذن الحياة المكرسة ليست من أجلي فقط، يعني لا يمكن أن أبني بيت أو قصر وأعيش فيه، وهون أقصد ليس الأمر المادي، وإنما ممكن يكون طبع، سلوك، عقلية، علاقات كذا وأن أعيش فيه، يجب أن يكون دائما تحت قيادة الروح القدس، كي نقرأ دائماً علامات الأزمنة ونعيش ونخدم من أجل شعب الله الذي يسير في طريق الخلاص. ثم ألقت المحامية الدكتورة عبير دبابنة محاضرة بعنوان الحماية القانونية للمرأة من التعنيف والاغتصاب والإتجار بها، شارحة فيها دور وحقوق المرأة في القانون المدني. الحقيقة المدارس الفلسفية العالمية اللي حاولت إنها تجاوب على هذا السؤال نهجت مناهج مختلفة، وبكل بساطة وبشكل سريع يعني تفاوتت هذه المدارس من إشي اسمه النسوية الليبرالية، اللي هي تنظر للقانون ووجود التمييز في القانون الوضعي البشري كأحد أهم أسباب هذه الدنيا والاستضعاف الذي تعاني المرأة، لمدارس أخرى نهجت نهجاً اقتصادياً زي المدرسة بسموها النسوية الماركسية أو النسوية الاشتراكية الماركسيست فيمينيزم السوشيالست فيمينيزم، واللي هدول المدارس تعرضوا أكثر وبالذات الماركسية النسوية لإشكالية الرأسمالية في العالم،
وكيف أن هذا النظام الاقتصادي طاحن ومتوحش بطريقة. في النسوية الاقتصادية يعتقدون بأنه هذا النظام الطاحن اللي ما بقدر أوقف لأنه بجوع إذا وقفت عنه، الرجل هو عبد هذا النظام الاقتصادي والمرأة هي عبدة هذا العبد، كله بيخدم هالعجل اللي بدها تضلها تلف وبروفيت ميكينج. يعني هي بالآخر مش مهم مين أنت على خط الإنتاج، مهم في إنتاج، مش مهم شو الظروف، مش مهم شو عم بيصير. هاي واحدة أيضا من المدارس. المدرسة رح أتوقف عندها مطولا، طبعا رح أحكي بالنسبة الاشتراكية تجمع بين الاقتصادي والبيولوجي. مدرسة اسمها النسوية، أنا بسميها الدينية، لكن اللي معروفة في القراءات مدرسة ظهرت في العالم اسمها النسوية الإسلامية. أنا سميتها الدينية لأنه من قراءاتي ويعني وجودي في الميدان، وبحكي كأكاديمية الآن، هي دينية لأنه اليوم ما بتطلع على مجتمعاتنا يتقاسم المسيحيون والمسلمون الثقافة ويتشاركون الثقافة to the max بأقصى الحدود. فمثلاً وعم بحكي عن خارج إطار الرهبنة، بحكي عن حياتنا إحنا اليومية. فمثلاً للأسف لما بنطلع على ما يسمى بجرائم العنف اللي ترتكب ضد النساء، أو ما يسمى مثلاً بجرائم الشرف، أو إحنا بنسميها جرائم العار الحقيقة، ترتكب من الطرفين. ويعتقد الكثيرين في العالم أنه يعني ترتكب هذه الجرائم لأسباب ترتبط بالدين، والحقيقة هذا غير صحيح. واجبنا جميعاً، وبالذات بتحدث عن المؤسسات الدينية، يمكن أن تفتح الكتاب والمواضيع للنقاش، لأنه في misunderstanding كبير حول قضية المرأة في العالم. هاي النسوية بدي أسميها نسوية دينية للأسباب اللي ذكرتها سابقاً، والسبب الرئيسي هو الثقافة والتشارك فيها. الحقيقة تدعو لشيء هام، نريد أن نحرر المرأة من خلال الشريعة وليس منها، من خلال شرائعنا السماوية وليس منها. لماذا؟ لأن هذه الشرائع كرمت الإنسان بإنسانيته، واعترفت بحقوقه الأصيل المرتبطة بإنسانيته بغض النظر عن جنسه. يعني ما نظرت للإنسان ذكر وأنثى، نظرت له إنسان، وأكدت الحقوق المرتبطة به ذكراً كان أو أنثى. وبعد الاستراحة تم الاحتفال بالذبيحة الإلهية ورفع الطلبات والصلوات والتقادم على أنغام موسيقى وتراتيل أحيتها راهبات الوردية من شميساني وإربد والمصدر، مما أضاف جواً خشوعياً ملائكياً على أصوات أخواتنا الراهبات. والعزاء يا إلهي. وفي بداية القداس ألقت رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين كلمة رحبت فيها بالحضور والضيوف المشاركين، وشكرت الجميع وقدمت التهنئة لسفراء السلام والبعثة البابوية في الأردن والداعمين للاتحاد ولمكتب نورسات بصورة خاصة ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان على الدعم الموصول لأنشطة الاتحاد وبرامجه. اليوم إحنا عنا عيد المكرسين، عيد تقدمة يسوع الطفل الهيكل، يعني عيد الرهبات كلنا، عيد كل رهبة نذرت حياتها لربنا. بنفس الوقت بهذا اليوم إحنا جمعنا عدد مناسبات، مناسبة عنا الرهبة سيستر ليليا النمرة من رهبنة الوردية، هي سفيرة السلام ورسولة المحبة، كمان السيد وائل سليمان من مسؤول كاريتاس الأردن، هو كمان سفير السلام ورسول المحبة. بهذه المناسبة أنا بحب أنه أبارك وأهني رهبنة الوردية ممثلة بالأخت مشلين معلوف بالأردن المنتدبة الإقليمية، بهني جمعية الكاريتاس الأردنية بالسيد وائل سليمان سفير السلام. كمان بحب أبارك لرهبتنا سيستر ميلينا من رهبات السليزيان، يبيلها 50 سنة
راهبة في خدمة الرب، بحب أهنئها وأباركها، أبارك إلها باسم اتحاد الرهبانيات في الأردن. وبنفس الوقت بحب أني أستغل هاي المناسبة أني أشكر جمعية الكاريتاس الأردنية، بحب أشكر جمعية الكتاب المقدس ممثلة بالسيد ويليام، بالسيد منذر النعمات، بحب أشكر نورسات دكتورة باسمة السمعان اللي هي دائما الداعم الأول للاتحاد الرهبانيات، بحب أشكرها وأشكر موظفيها، بحب أشكر أبونا رشيد اللي فتح لنا ديره اليوم استقبلنا بعيد الحب بعيد المحبة بقلب يسوع الأقدس، بحب أشكر كل إنسان تعب وحضر. واسمحوا لي أني أشكر بنوع خاص وأذكر رهبات الوردية شميساني، برهبات الأربع اللي ساعدونا ووقفوا مع الاتحاد، ورهبات المصدر ورهبات مرج الحمام الأربعة تعبوا معانا، تعبوا مع الاتحاد، وقفوا معانا لإنجاح هذا اليوم. بحب أشكر كل واحد فيكم، وكل سنة أنتم سالمين، وبطلب من رب الحصاد أنه يرسل عملة لحصاده. وأثناء الذبيحة الإلهية وقبل التناول المقدس، جددت أخواتنا الراهبات النذور المقدسة كعائلة واحدة أمام القربان الأقدس والحاضرين. وبعد ذلك توجه الجميع إلى قاعة القديس أنطونيوس لتناول وجبة المحبة في احتفال عائلي أحياه الفنانان سائد حتر وعصام سماوي. ثم قدم الاتحاد لكل راهبة هدية تذكارية رمزية. كما تم في الختام عرض فيلم قصير أعدته رئيسة الاتحاد على أنغامي جئنا نغني للسلام.